النتائج التي انتهت إليها الانتخابات كانت تتويجا لمسار سياسي اختاره رئيس الجمهورية، ووفر له كل الشروط والأسباب متاع الفشل، بمعنى أن الرئيس هو الذي اختار الموعد، وهو الذي اختار القانون الانتخابي الذي رآه مناسبا، وهو الذي اختار الجمهور الذي سيصوت لهذا التصور، وهو بالتالي المسؤول المباشر والرئيسي والوحيد على ما تم التوصل إليه. وما حصل يدل على أن العلاقة بين رئيس الجمهورية وبين الشعب أصبحت علاقة ضعيفة جدا، بمعنى آخر أن الرئيس فشل في إقناع المواطنين بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل صناعة التاريخ. فالمواطنون لم يفهموا التاريخ الذي يريده رئيس الجمهورية، ولم يقتنعوا بجدوى هذا الخطاب، ولذلك النتيجة كانت طبيعية. بطبيعة الحال الآن المطلوب هو أولا هذا البرلمان الذي يقر رئيس الجمهورية على الاحتفاظ به سيكون أضعف برلمان في تاريخ تونس، من حيث يعني أنه أولا برلمان ذكوري يسيطر عليه الرجال دون النساء، رغم أن النساء لعبن دور مهم في تلميع صورة الرئيس. ومن جهة ثانية أن هذا البرلمان فاقد لعنصر الشباب اللي هو القوة الرئيسية التي اعتمد عليها رئيس الجمهورية، وسيكون هذا البرلمان أقلي، بمعنى أنه لا يعبر عن إرادة أغلبية، بل هو إرادة لمجموعة محدودة من المواطنين. الذي سيترتب عن ذلك هو أن القطيعة بين قيس سعيد والمواطنين مرشحة لكي تتعمق في المرحلة القادمة، وثانيا أن وزن الرئيس على المستوى السياسي قد ضعف كثيرا، لأنه من قبل كان يتكلم ويتحدث عن الشعب الذي يقف وراءه ويتكلم باسمه، الآن الشعب يعني سحب بشكل ملحوظ جزء هام من الثقة التي كان يوليها لرئيس الجمهورية. حصيلة كل ذلك أن الأزمة السياسية مرشحة لكي تستمر.